ربما يتساءل سائل عن سبب تغيب سجاد عن المدرسة لخمسة أيام متتالية، ولكن حينما يعرف السبب يبطل العجب. سجاد وأقرانه من أبناء قرية الدراجي لا يستطيعون الوصول إلى مدرستهم إلا من خلال السباحة أو القارب أو المجازفة والمخاطرة بالسير على رصطة حديدية لا تتجاوز بضعة سنتيمترات. شنو صار لنا أيام غايب، دوام هاجس المقطوع، أنا كل ساعة أنا تطيحن بكعد حتى ما أروح، أنا كل ساعة كراوي، كل يومية 5000 نخسر كراوي والجسر مقطوع، أنت وين نروح؟ هذا بدير ناحية الخابرة شيء كش ماكو. هذا الجسر يعني إذا يصلحونه يومين ثلاثة هم يعود نفس الشيء، ومعاناة أطفال وطلاب، هاي يعني صعوبة عبر هذا الصوب، مدارسهم كلهم هذا الصوب، وناس تخاف من الشط، تخاف يعني ياهل اليوم هاي من أيام العصر الحجري، هاي الناس تعبر بالكعيد وشذمة. جسر الدراجي العام يمتد عمره الزمني إلى 35 سنة، حمل على أكتافه آلاف المواطنين من سكنة الناحية دون كلل أو تعب، ولكن اليوم يشكو لخالقه من وهن العظم وقلة الحيلة والهرم. من 81 هو جابوا جسر، من أنا طفل قد دولة أقل من دولة، ولحد الآن هو هذا على دوام. أكو جسر بالعراق شي، هذا الجسر جابوا من 2009 لحد الآن، والمسؤولين الاول هم مدير ناحيه ومجلس بلدي من هاي المصايب اللي نعاني منها احنا، لان جسرنا صار له 10 سنوات ولحد الان احنا بال 2017 جسرنا ما كامل كونكريتي. تداخل الصلاحيات بين الحكومه الاتحاديه والحكومه المحليه وقله الامكانيات الماليه والاجراءات الروتينيه المعقده حالت دون انشاء جسر رديف يرفع الضيمه والحيفة عن الجسر القديم بحسب المسؤولين. الزجاجة كونكريتي بدأ العمل به منذ عام 2009، تم إحالته من قبل وزارة الإسكان والإعمار بتمويل من البنك الدولي على إحدى الشركات، وكانت هذه الشركات غير رصينة وغير كفوة لإكمال هذا الجسر. عانت الإدارة من في محافظة المثنى وإدارة الناحية من طريقة متابعة تلك أعمال تلك الشركة، وبناء على شكاوى كبيرة وكثيرة إلى الجهات المعنية ومهام الوزراء تم سحب العمل في عام 2012. ربما يتراءى إلى المشاهد أن أهالي ناحية الدراجي هم لاجئون من بلد آخر، ولكن سرعان ما سيصابوا بالذهول حينما يجدوا أن سبب معاناتهم هو عدم اكتمال الجسر هذا. لقناة الرشيد الفضائية واثق الواثق المثنى.